يلا خلصني، بدي استنى كتير، مليت. أنا جاهز. شوفي شو صار فيها. عن جد إنه في حدا صايبك بالعين يا مدام. ليك شلون مادد لسانه؟ مزبوط كلامك، شايفين شلون؟ معقول يلي عم اشوفه؟ ما عم صدق بنوب. شو هذا يا خانو؟ هدول اكيد رح يحرقوا البيت لا سمح الله. لشو صار؟ معقول حدا بيشغل غاز بنص الصالون؟ والله بيحترق. قلت لهم يساووا هالشغله تحت، بس كاتيا قالت ما فيها تنزل لتحت. اخذت مني الغرفه وهي عم ترفرف بعيونها. هي مين مفكره حالها؟ غبيه. عدنان بيك ما رح يسمح بهالشغلات، التغييرات الجديده ما رح يقبل فيها بنوب بنوب. ها اجت سمر خانو. والله يا فيروز خانم الله نجاكي منا. مزبوط، شفتوا شو صار بالرصاصة؟ تتذكر شو قلت لي عم برجي؟ رح أتعرض لأزمة بنهاية تشرين الأول بداية كانون. إيه طبعاً بتذكر. الله نجاكي. لا تشبكي إيديك ببعضهم فيروز خانم. حطوا الغطا مرة تانية. وهي آخر مرة. أخ هلا ارتحت. ماما شو هاد يلي عم بتساوي؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. منيحة اجيتوا مشان نسكب لكم رصاص. ماما هذا جنان. ليش حبيبتي سمر؟ هي منيحة كتير للعين. شكرا أنا ما بدي. وأنتي بيسان؟ لا وأنا كمان ما بدي. مثل ما بدكن. لكن خلونا نضب هالأغراض. ومين هاد؟ هذا مهند امي. والله انا عم بتعجب من يلي عم يصير، وما عاد عم اعرف مين عم يفوت ومين عم يطلع. بخاطرك. مع السلامة. مع السلامة. خاطركم. انا طالعة لفوق رح ارجع بعد شوي، بخاطركم. مع السلامة حبيبتي. كتير طالعة حلوة ماما. اهتميت بحالي شوي. برافو عليكي. نهاد لقى بيت؟ ها وين؟ بيقولوس. بكره رح نشوفه. مبروك. كاتيا خديني على التخت، حاسه حالي تعبانه. حاضر يا خانم. هوب هوب هوب، خليني ساعدك. رح احملك. لا بلاها بلاها، هلا بيوجعك ظهرك. حسيت كأني شايل باقة ورد بإيدي. انت هيك من لما عرفتك، لسانك حلو وانت حلو. هذا من ذوقك. سهير خانو كيفك مهند؟ ان شاء الله منيح. ايه بيسان كيفك؟ وكيفه ولي العهد؟ بيسلم عليك كتير. لما رح يصير العشرة رح احملك ووديكي على الطاولة. لا الله يخليك، أنا بيجي على كرسي. يسلموا. ماشي عن إذنكم هلأ أنا طالع على غرفتي. كتير بحبه مهضوم، الله يحميه ويحرسه من العين. أي ماما كأنك زودتيها شوي. لا تنسي أنت كنتي تقولي عنه كمان نفس الحكي.